بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا حضورنا الكريم، بسم الله على بركة الله وحفظه، انطلق الشوط التاسع، الشوط الأول الرئيسي بشعارات أبناء القمايل. نتمنى إن شاء الله التوفيق، نتمنى الناموس للمشاركين وللمتابعين، إن شاء الله استمتاع بهذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة والإثارة لن تبدأ في البداية، إنما هناك عند نهاية كل انطلاق هناك تأتينا الإثارة. المركز الأول راهية علي بن عبد الله بن علي بن واس، من يقدم راهي على الصدارة السرمدية. تأتي ثانيا ثاني المراكز محمد بن سعيد بن حلوة في ثاني المراكز، النقل على المركز الثالث حبوب محمد غرام موسى أحمد لبلوشي، بينما اللي في المركز الرابع غازية يابر بن محمد خاتم الشامسي، بينما اللي في المركز الخامس هناك من تأتي هميلة أحمد بن علي حميد الرز الشامسي، بينما اللي في المركز السات ما شاء الله الشاهينية حمد بن أحمد هلال عرار الظاهري. النقلة على المركز السابع هناك سراب حميد حمد بن حميد بن حارب الميري، بينما اللي في المركز الثامن طموح للسيد عبد الله بن محمد الغويس. المركز التاسع الحذرة للسيد حامد بن سالم بن عوض النعيمي. وفي المركز العاشر أيها الإخوة، اللي في المركز العاشر مستمعين الأعزاء، هنا من تصل في هذه اللحظات الجميلة اللي هي الشاهينية لحمد غلام موسى البلوشي. هكذا كانت النتيجة مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز للمراكز ذعناها عليكم بالوفا والتمام. الشوط الحماسي، الشوط الجميل، الشوط المثير، الله يا راهية بالمركز الأول، أحد شباب العوير، أحد أبناء العوير، علي بن عبد الله بن علي بن واس ما شاء الله متمركز متميز في هذا العام مع هذه النجمة اللامعة. ولكن السرمدية اللي غيرت اللي بدأت تدخل هنا في هذا الموقع، اللي بدأت تدخل في هذا العدد، محمد بن سعيد بن حلوة الاكتبي. المركز الثاني راهية علي بن عبد الله بن علي بن واس، وصل الظهري مع الشاهينية حمد بن أحمد بن هلال عرار الظهري. الله يا اللحظات الجميلة، اللحظات المميزة. انتقل وياكم إلى المركز الرابع، اللي في المركز الرابع هناك سرابة حمد بن حميد بن حارب لمهيري، من يقدمها على رابع المراكز، ولا هميلة أحمد بن علي بن حميد الرز الشامسي، شعار بن خاتم من الجانب الثاني. الله يا غازية يابر بن محمد بن خاتم الشامسي خرابة خامس المراكز. وفي المركز السادس شعار سرابة حمد بن حميد بن حارب الميري. المركز السابع هناك اللي تأتي بهذه اللحظات الحذر لحامد بن سالم بن عوض النعيمي، بينما اللي في المركز السابع طموح ولعبد الله بن محمد الغويس السويدي. هكذا هي النتيجة، هكذا أيها الإخوة كانت نتيجتنا للمراكز ذعناها عليكم بالوفا والتمام، بالوفا والتمام. السرمدية إلى الأمام، السرمدية إلى المركز الأول، السرمدية إلى مقدمة الشوط، من الأمام إلى الأمام دائما. محمد بن سعيد بن حلوة الاكتبي من يقدمها زاهية، علي بن عبد الله بن علي بن واس ثاني المراكز الشاهينية، ثالثا لحمد بن أحمد هلال عرار الظاهري. يا سلام يا الشوط الأول، يا سلام يا الشوط الأول، اللي يباهي يقدم شوي. خرابع المراكز غازية يابر بن محمد بن خاتم الشامسي هميلة، تأتي ثالثا هناك هميلة على المركز الخامس أحمد بن علي الرزي الشامسي، ولكن روح يا خليل، روح عند الظاهري، غير الأمور، خلى الأمور من صالحه. في الأسبوع الماضي ماخذه المركز الأول، وفي هذا الأسبوع تاريخ حافل بالإنجازات. الله يا حمد يا بن أحمد يا الظاهري على هذا الانطلاق الجميل. الله، بقول السلام
بقول التحية، بقول احترام، عيناوي عيناوي عيناوي، سلام إلى مدينة العين، سلام إلى مدينة العين، سلام عيناوي، سلام سلام للظواهر كافة. وين ما يسكن حمد بن أحمد بن هلال عرار الظاهري، ولكن هميلة 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 أحمد بن علي الرزي بدأ يقترب من الحدث، بدأ يقترب من الحدث، ولكن الحدث خلاص في مدينة العين، في مدينة العين، مدينة الخضرة والجمال. يلا يا هل مزهر، العين ولا مزهر، العين ولا مزهر، مزهر ولا العين، العين ولا مزهر، من بيحرك يا الظاهري، يا الظاهري، جماهيرك يبون الإبداع. الله سلام 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 سلام، تحية واحترام حمد بن أحمد بن هلال الظاهري، تحية من هذا الميدان وين ما يسكن بشهاب على هذا الفوز وعلى هذا الطلاق. المركز الثاني أحمد بن علي الرزي الشامسي، المركز الثالث هناك محمد بن سعيد بن حلوة، المركز الرابع شعار حمد بن حميد بن حارب المهيري، المركز الخامس علي بن عبد الله بن علي بن واس. 6 دقائق التوقيت الزمني، 11 ثانية 97 جزء الثانية، تهانينا والناموس.